كما كتلاحظوا هنا، هنا واحد الوقفه امام المديريه الاقليميه ديال مكناس، جات نتيجه بعد النداء الوطني ديال الاتحاد او اتحاد تنسيقيات اولياء الامور وطنيا، واللي استجبت مع التنسيقيه المحليه ديال مكناس، واللي حتى هي دارت دعوه لهاد الوقفه هادي فهاد النهار هذا ديال يوم الجمعه 26 يونيو من 12 حتى الوحده. ولذلك كتشوفوا الاباء هنا جاوا نتيجه بعد مجموعه من المراسلات، مجموعه من المطالب ديال الحوار مع التعليم الخصوصي، لكن دائما كانت تقابل بالرفض وتقابل بالتهديد وتقابل باللامبالاه، وهذا بين في حقها واحد الجشع ديال التعليم الخصوصي اللي الشعب كله المغرب كله تضامن وحاول يلقى حلول ويلقى يعني كيفاش يدبر المرحله. الا التعليم الخصوصي الا ما رحم الله، التعليم الخصوصي مجموعه من المؤسسات الجشع ديالها ما خلاهاش لا تنزل الحوار، لا تناقش مع الاباء، لا تجلس معهم طاوله الحوار وتلقى معهم واحد الحلول وسط اللي لا ضرر ولا ضرار، واللي يمكن تخلي ذاك العلاقه اللي كانت من قبل ما بين اولياء الامور ما بين الاباء وما بين التعليم الخصوصي. لكن للاسف هذا الشيء استفحل، وحنا دابا على مشارف نهايه السنه ومازال الوليدات ديالنا ما عرفناش المصير ديالهم، ما عرفناش المستقبل ديال الغدا كيفاش غيكون، ولحد الان مازال ما كاين حتى شي حل. وحقيقه في الحقيقه هذه الدعوه هذه وهذه الوقفه هذه جات للتنديد بهذا والاستنكار لهذه السلوكات وهذه اللصوصيه ديال هذه المؤسسات هذه اللي مازال ما لقاتش الحل مع اولياء الامور.